فجر مسؤول إيراني رفيع المستوى مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وقال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية إن جماعة الثورة الإسلامية في العراق قامت بشنق صدام حسين وليس الأمريكيين، مشيرا إلى أن أمريكا كانت تريد حفظه، إلا أن قوات الثورة الإسلامية أعدمت صدام. أستاذ مصباح، ما تعليقك على هذه التصريحات في الوقت الراهن بالتحديد؟ يعني أهدافها غامضة الحقيقة. يعني أولا الثورة الإسلامية، صدام حسين ما كانش كافر، يعني هو مسلم وطبعا مسلم سني، فأنت تقصد الثورة الإسلامية يعني الفرق الشيعية اللي كانت موجودة. ماشي، ما هو ده شيء مش جديد الحقيقة، يعني حزب الدعوة هو اللي تبنى عملية الإعدام بالطريقة الحقيقة اللي كانت محل أيا ما كان موقفنا من نظام صدام حسين وما فيه من استبداد، لكن متهيألي كل الناس تقريبا من كل الأديان كانت معترضة على أنه يتم إعدامه في يوم صبيحة يوم عيد الأضحى. كان عمل يعني شديد الإجرام الحقيقة يعني. وبالتالي أنا لا أتصور أنه ده هيرتب أي مواقف جديدة، يعني قضية معروفة، وسيظل هناك يعني مثل هذا التحدي للهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق. احنا عايزين العراق يستعيد كامل سيادته على أراضيه وعلى مقدراته وعلى قراره الوطني، بعيد بقى عن إيران، يتعامل معها بشكل طبيعي كجار، لكن ما تبقاش لها أي نوع من الهيمنة يعني.